عند شق الفجر باكر في صباح الأحد قام يسوع المسيح غالباً الموت للأبد. أنت غلبت الموت وحدك يا يسوع الناصري، مظهراً للخلق مجدك بالجمال الباهر. قام بكر الراقدين ظافراً معطي الحياة، قام حقاً ويقيناً، قام من بعد الرقاد. قمت من بين اللحود أنت يا صخر الدهور، واهباً دار الخلود لرقود في القبور. وجموع الناس عادت شاهدات بالقيام، والسماء والأرض نادت قام حقاً قام قام. عيد القيامة أو عيد الفصح له مكانة كبيرة في قلوب المسيحيين جميعاً. وللحديث أكثر مشاهدين الكرام عن هذا العيد ومعانيه وطقوسه الاحتفالية، يسرنا أن نستضيف معاً في هذا اللقاء سيادة الأرشمندريت أغناطيوس لطفي، رئيس كنيسة مارلياس للروم الأرثوذكس في قطنة. أهلاً وسهلاً بكم. أيضاً معنا السيدة سميرة جبور، مسؤولة أخوية القديسة بربارة. أهلاً وسهلاً بكم. أيضاً معنا السيدة نائلة السحوم، ممثلة عن هيئة عائلات كنيسة مارلياس. برحب فيك. أيضاً معنا الأخ نبال غزالة، رئيس مدارس الأحد الأرثوذكسية في كنيسة مارلياس في قطنة. برحب فيك. أيضاً معنا الأخ عيسى النصير، رئيس جوقة كنيسة مارلياس. برحب فيكم وأهلاً وسهلاً بهذا اللقاء. مشاهدين الكرام، عيد فصح مجيد لكم جميعاً ولسوريا الحبيبة. بالبداية اسمح لي سيادة الأرشمندريت أن أسأل، أحد الشعانين هو عيد له مكانة كبيرة جداً في قلوب المسيحيين جميعاً. اليوم دعنا نتحدث في البداية عن أهمية هذا العيد. بالبداية بشكر جميع الكادر اللي عم ينقل الصوت والكلمة اللي عم نعيشها نحن بهالأحداث، عم ننقلها لكافة العالم الموجود في سوريا وخارج سوريا، لحتى تنظر العالم أن سوريا هي متحدة برئيسها، بجيشها، بطوائفها، بقناة التلفزيونية اللي عم تنقل كل الأحداث، حتى يكون واحد نحن ودائما منتصرين بإذن الله. عيد الشاعنين في البداية هو له مركز أساسي بحياتنا، لأنه هو بداية أسبوع الآلام، أو بالأحرى من يوم سبت لعازر هو بداية أسبوع الآلام. الشاعنين هو دخول ملك المجد اللي بعد أسبوع بدنا نشوفه بده ينصلب، بيدخل كملك مجد إلى أورشليم، بيستقبلوه بأغصان الزيتون والسعف والنخل، بيكون رمز للنصر ورمز للغلبة. مرتا منقول مبارك الآتي باسم الرب أوشعنا. أوشعنا يعني خلصنا. عم نخاطب ملك المجد، عم نخاطب المسيح الذي سيقوم بعد أسبوع حتى يدخل منتصرا إلى قلوبنا، وتكون قلوبنا هي هدف حتى نصل إلى ملء إقامة المسيح. جميل جدا. إذا نجد أن هناك قيم سامية جدا لهذا العيد، واليوم يعني عندما نرى الأطفال بالثياب البيضاء، الثياب الجميلة، أيضا يحملون الشموع المزينة، هناك مظاهر كثيرة، إلى ماذا ترمز هذه المظاهر؟ مثل ما تحدثت أنه دخول الملك إلى أورشليم منتصر، كان بيستقبلوه بالأناشيد، بالزهور، بالسعف النخل، بالثياب البيض. هلأ ثياب البيض عم يرمز لأنه هو يوم القيامة، عيد الشاعنين هو مرتبط بيوم القيامة. لهالشيء اللباس الأبيض هو القبر الفارغ، يعني معناته قيامة الرب يسوع المسيح. السعف النخل هو الغلبة، الانتصار. كيف الملك المجد عم بفوت على أورشليم كملك، عم بيستقبلوه كأوشعنا في الأعالي مبارك والآتي باسم الرب. نفس الشيء بالقيامة، نحن مستقبله بنور وبهجة القيامة وبنور الفصح، بيكون هالنور هو ثابت في قلوبنا وثابت في قلوب الآخرين. نعم، جميل جدا. اليوم نحن عم نشوف يعني الألوان ترمز إلى هذه المعاني الجميلة. وننتقل للسيدة سميرة جبور، حضرتك مسؤولة أخوية القديسة بربارة. نعم. اليوم خلينا ناخذ فكرة عن مسؤولية الأخوية.
نعم، أول شيء منرحب فيكم بالكنيسة. ثانياً نتمنى لسوريا أن تكون قائمة من هذا الإرهاب وتكون سوريا بسلام دائم إن شاء الله يا رب. أخوية القديسة بربارة تأسست في عام 1988 على يد أحد الكهنة اللي كانوا يتعاقبوا على رعاية الرعية. الغاية من هذه الأخوية هي جمع سيدات الرعية ضمن عمل منظم، أعمال خير طبعاً. هالعمل المنظم هو عبارة عن مسؤولة عن الأخوية، بالأول رئيسة هو الكاهن، والمسؤولة هي نيابة عن الكاهن في لجنة إدارية تتألف من مسؤولة الأخوية ونائبة الرئيسة وأمينة السر وأمينة الصندوق والمحاسبة ومسؤولات اللجان. تتألف الأخوية من عدة لجان، هي أول شيء لجنة النشاطات اللي بتقوم بالنشاطات ضمن الرعية بالكنيسة وخارج الكنيسة، اللجنة الاجتماعية، لجنة الإعلام، واللجنة الروحية، ولجنة الكنيسة. هاللجان هاي تجتمع بشكل دوري كل شهر، وتقام صلاة الأخوية مساء كل يوم ثلاثاء، نسميها صلاة التعزية. بتقوم أعمال الأخوية هي أول شيء منشارك أبناء الرعية، منشارك سيدات الرعية وأبناء الرعية كافة بالأحزان والأفراح، منشاركهم بحزنهم وبفرحهم. نعم. ثاني شيء منساعد الأسر الفقيرة ونزور المرضى، وخاصة بهالأيام هي اللي هلأ نحن فيها منزور بعض الأسر المهجرة، نرفع من معنوياتهم المادية والمعنوية ومنساعدهم ماديا. طبعا احنا لما منساعد الأسر المحتاجة منساعدها بمساعدة مجلس الرعية وكالة الكنيسة، يعني مو لحالنا، احنا كعائلة واحدة بالكنيسة، كان أخوية ولا كاهن ولا مجلس رعية، كلنا نجتمع بعمل واحد، ويكون في دراسة لوضع هالأسر هاي اللي نحن منساعدها. حلو كتير. اليوم نحن يعني سيدة سميرة عم نشوف عم تقولي تجمع للسيدات. نعم. يلي عم يعتنوا بالرعية وبأحوالهم وبالأشياء اللي عم تطرق على حياتهم، وهذا الشيء عم نشوفه كأنه حالة من الأمومة وتبني الرعية. نعم. بدي أتشكركم على هالجهود وانتقل لسيدة نائلة. اليوم حضرتك ممثلة عن هيئة عائلات كنيسة مار الياس، خلينا أيضا نعرف من حضرتك أهمية أنه يكون في تمثيل للعائلات، عائلات الرعية. وشي بقلكم سنين مباركة وكل عام وانتم بخير للجميع ولبلدنا الحبيب، وإن شاء الله يكون هالعيد هو قيامة كمان حقيقية لهالبلد من كل الآلام اللي عانتها. يعني رح أحكي عن هيئة عائلات مار الياس اللي هي تأسست بنيسان عام 2015 ببركة ورعاية قدس الإشمندريت إغناطيوس لطفي، واتخذت عيد دخول السيد إلى الهيكل عيد إله، هو رمز، يعني هالعيد هو رمز للعائلة المسيحية، وكان الهدف من تأسيس هالهيئة هو تجسيد الحياة الروحية في العائلة وعيش حياة التقوى والفضيلة. وهالأمرين هو شدد عليهم القديس يوحنا الذهبي الفام، فبيقول إنه لتشدد النساء رجالهن ولينصح الرجال نساءهن لحتى يقدروا يلهموا أولادهم من أجل العيش من بنصح وتشديد، وإنه يقدروا يتنعموا بسلام الله وفرح خلاصه. هلأ كمان الهدف نحن من تأسيس الهيئة كمان كان تقوية أعضاء الهيئة بمواضيع روحية واجتماعية وطبية، يعني هاي المواضيع نحن أسمينا كل 3 أشهر عنا 3 مواضيع، كل شهر بينطرح موضوع إما روحي أو طبي أو اجتماعي، ولنكون هيئة فعالة بترميم أساسات الكنيسة لحتى يعني طبعا تكون بترتيب ولياقة مثل ما بيقول القديس بولس الرسول، ليكن كل شيء بترتيبا ولياقة. حلو كتير. نحن اليوم عم نشوف إنه الدين فعلا عم يتجلى بأسمى معاني لما نحن بنكون قادرين يعني نصنف أو نوجه الرعية لحتى يكون في إشراف كامل على أفرادها وعناية كاملة فيهم،
وهون يمكن الدين فعلا بيقوم بمعاني وبتعاليم السماوية. بانتقل للأخ نبال. الأخ نبال خلينا نحكي شوي عن التحضيرات اللي عم تقوموا فيها لمدارس الأحد، يعني كيف عم تشارك بالشعانين وبالمناسبات بشكل عام؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بس لله الواحد أمين. بداية أود أن أرحب بكم في كنيسة مرياس الغيور في قطنة، وأقول لجميع كل عام وأنتم بخير. وكما أن هذا العيد الذي نحتفل به اليوم سوية هو غلبة وانتصار دخول السيد إلى أورشليم، نأمل أن تكون غلبة وانتصار لبلدنا سوريا الحبيب. أريد أن نوه أولا أننا بهذا العام نعيد في اليوبيل الماسي لتأسيس مدارس الأحد الأرثوذكسية وعن عمر 75 عام. مدارس الأحد الأرثوذكسية للتنويه بأطفالها وشبابها وشيبها، هدفها الأول والأخير وتحت رعاية الكنيسة ومن هو قائما عليها، تعنى بتربية مواطن للسماء، تعنى بتربيته أخلاقيا واجتماعيا حتى يتمكن في المستقبل من بناء أسرة مسيحية صالحة وصادقة تعمل للخير مع جميع هيئات هذه الكنيسة متعاونة حتى الوصول للهدف. مدارس الأحد الأرثوذكسية وخصوصا على عمر الأطفال والشباب، ومن تعاليمها وعيشها في هذا العيد تعنى وتحب كثيرا القيام والمشاركة اللطيفة بما يخص زينة هذه الكنيسة إن كان من الداخل أو من الخارج أو بما يتم توزيعه من تذكارات لهذا العيد، فهي تعمل منذ شهر أو شهرين لصنع تذكارات قد تكون يدوية وتزين هذه الكنيسة لتبان بأبهى حلة. مدارس الأحد الأرثوذكسية تعول وتعايد، وعلى رأسهم قدس الإشمندريد غناطس لطفي، وتعايد لجميع وتأمل من جميع أبناء هذا البلد الصلاة الحميمة والحبيبة لسوريا الحبيبة. أخ نبال أنا بدي أتشكركم فعلا، يعني مدارس الأحد بحاجة لجهود مكثفة ونحن عم نشوف أنه في شغل دائما، وبيحلى هذا الشغل لما بيكون موجه للأطفال والشباب الصغار. بحييكم وبدي أنتقل للأخ عيسى. حضرتك كمان مسؤول عن جوقة مار الياس، ونحن من مهمنا أكيد نعرف الأعمار اللي عم تشتغل مع هالجوقة، كيف عم تنظموا شغلكم وعملكم لحتى تقدموا شيء حلو بالمناسبات؟ أول شيء بنحب نرحب فيكم ونقول كل عام وأنتم بخير، كل عام وبلدنا الحبيبة بخير وسلامة. جوقة النبي إيليا الغيور تأسست عام 2012 بقيادة الأب الشهيد فادي حداد لزرع البذرة جوا قلب الشباب وخلاها تنمى. طبعاً وهي البذرة عم تنمو شوي شوي برعاية الآباء قدس الأب الإشمندريد إغناطيوس لطفي. نحن عملنا بالكنيسة ما بيتجزأ أبداً عن الصلاة لأنه هو صلاة فعلاً. نحن عملنا هو خدمة الصلوات الكنسية على مدار السنة طبعاً، إن كانت أعياد سيدية أو أعياد قديسين أو سهرانيات. طبعاً في عمل منفصل اللي هو الأمسيات اللي منقدمها. الجوقات تتألف من عدة جوقات من الصغار للكبار. في عنا جوقة يوحنا الدمشقي، هي جوقة بتتألف تقريباً من 12 طفل. هؤلاء الأطفال أعمارهم تتراوح من صف الأول لصف الثالث. وعندنا جوقة الملائكة كمان أطفال تراوح عددهم 10 أطفال. هؤلاء الأطفال أعمارهم من صف الرابع لصف السادس. وجوقة نور الفادي من صف السادس لصف الثامن. وجوقة الشيروبيم والسيرافيم اللي هي عم تخدم بالكنيسة حاليا من عمر الثانوي حتى عمر الشباب. طبعا نحن عملنا هو هدفنا هو الصلاة بالأخير ونضل متواجدين. طبعا عملنا ما بيوقف ابدا، يعني طول السنه نحن عم نشتغل ودائما عم نتعب وعم تعب الاباء معنا طبعا، يعني بجهودهم لنقدم صلاه للعالم تسمع تنقي قلوبها تريح حالها كمان. اكيد، ونحن بنشوف دائما تراتيل والموسيقى لها الاثر الاكبر بالقلوب. بدي اتشكرك وانتقل يعني لمشاهدينا الكرام لحتى ادعيهم لحتى نتابع بعض احتفالات او لمحه عن احتفالات الكنيسه بعيد الشعانين. خليكم معنا مشاهدينا.
كريستيا. كريستيا احكيلي شو عملت اليوم بالعيد؟ انه طلعت بالكشاف وضربت. طب انت بتعرفي هذا العيد شو بيعني؟ شو بيعملوا فيه العالم؟ شو اكثر شيء بيحبوا الاطفال بهذا العيد؟ بيشعلوا شمعه.